مسؤولون في حكومة الوفاق في جولة تفقدية بمعبر راس جدير للإشراف على افتتاحه في الاتجاهين والوقوف على تنفيذ البروتوكول الصحي المشترك والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. إلى جانب البروتوكول الصحي، تتحدث السلطات الليبية عن نقطة غير واضحة بالنسبة للمواطنين الليبيين والمتعلقة بالحجر لمدة 10 أيام، من حيث أنها لا تناسب المواطنين في كلا البلدين، مشددة على أهمية الابتعاد عن الازدحام في المعبر وإعطاء الأولوية للحالات الاستثنائية. هي النقطة اللي غير واضحة الحقيقة يعني لدى المواطن الكريم هي عملية الحجر لمدة 10 أيام، وهذا لا يتناسب مع الجانب الليبي ولا الجانب التونسي، ولكن سيتم في الأيام القريبة إن شاء الله توضيح هذه الإشكالية وهذه النقطة. الجانب التونسي من جهته شدد على أهمية تطبيق الإجراءات المتفق عليها فيما يتعلق بالبروتوكول المتعلق بفتح الحدود بين ليبيا وتونس. الاتفاق على تنفيذ بروتوكول صحي مشترك بالنسبة للمواطنين التونسيين والليبيين سواء في الدخول ليبيا ودخول تونس، واللي هو يعتمد بالأساس على إجراء فحص PCR يكون سلبي والتزام المواطن بحجر صحي ذاتي في منزله لمدة 10 أيام. وبينما أوضحت بلدية زوارة أن تطبيق الإجراءات يعتمد بشكل كبير على وعي المواطن بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية، أكدت الأجهزة الأمنية في المعبر أنها ستعمل على تسهيل حركة المسافرين وتوفير الخدمات، فضلا عن مراعاة الجانب الأمني فيما يتعلق بالتنقل بين البلدين. هناك بروتوكول صحي تم التوقيع عليه، حنحاول كيف نطبقوه لمحافظة على ناسنا من الطرفين، ونبي نوجه نداء للمرة الثانية لكلها أنه ناسنا أنهم يخلوا فرصة للناس المرضى والناس اللي عندهم ظروف خاصة في تونس الأولوية. المواطنون لم يخفوا سعادتهم بفتح المعبر الذي أغلق منذ أشهر في إطار الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا. ممكن من الناس الأولى اللي بعد إغلاق المنفذ لمدة ما يقارب 9 شهور، وإن شاء الله الأمور تمام لحد الآن. ويبقى فتح المعبر مربوطاً بمدى تطبيق الإجراءات الصحية المتفق عليها بين البلدين، في وقت يأمل فيه المواطنون في كلا البلدين أن تستمر انسيابية الحركة في المعبر بشكل طبيعي.